اليوم رانا متواجدين في مصنع أطلس للمياه أو تعبئة المياه. هذا المصنع الذي يعني رافقنا طبقا لتعليمة السيد رئيس الجمهورية مرافقة المستثمرين ووضع حي الاستغلال كل الاستثمارات المنتهية مهما كانت حدة المشاكل المطروحة. حقيقة رانا نشوفوا المصنع راهو يشتغل بمجهود مالي ضخم جدا 102 مليار، والذي يسمح لهذه المنطقة امتصاص ما يقارب 150 يعني يد عاملة، وبالتالي راح نكون يعني وفرنا 150 يعني منصب شغل لعائلاتنا. المصنع عنده قدرة إنتاجية تقدر ب 36 ألف قارورة في الساعة. حاليا مقدور الإنتاج يكمن في 20% حاليا، ومع المستقبل يكون في 100%. الهدف هو توزيع المياه المعدنية عبر جميع التراب الوطني.